تفضل. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير للجميع. مساء أنا الخير. انا معلوماتي انه الدكتور نصير الحمود معنا. مساء الخير اخي وسام. نعم الدكتور نعم نصير الحمود من قطر. ابو هيثم يمسيك بالخير. مساء وسام وكل اخوه او المشاهدين الكرام. يا حياك الله. انه احنا سعيدين جدا بهذا البرنامج، سعيدين بهذا الانجاز اللي عم بيقدمه التلفزيون الاردني. كنا دوما تواقين انه لاشتقاق اليات متطوره ومبتكره لدعم ومسانده النشامه. ما نشعره اليوم هذا الالتفاف الكبير من الجميع، هذا الدعم المتواصل الذي نرى من كل الأخوة دون استثناء. نعم. حقيقة بشعرنا بالفخر والسعادة وبالتطور الكبير الحاصل في فيما. حقيقة أنه نحن أبو هيثم أنت شرفنا في الدوحة وكثير. نعم. من الأخوان. نعم. كنا ومنذ سنوات قد بدأنا عمل منظم لدعم النشامة وتواصلنا فيه كأبناء الجاليات الأردنية إن كان في قطر أو إن كان في مختلف دول العالم اللي حل فيها منتخبنا منتخب النشامة. نعم. حظنا كان كبير جدا بأنه لا يقل عن 13 مباراة فقط في السنتين الأخيرات لعبهم بشكل رسمي منتخبنا الأردني، ولاحظنا أنه شبابنا في الدوحة ما كانوا بقصروا. نعم. الآن نحن نتطلع إلى يوم الأربعاء القادم. يوم الأربعاء القادم بقلوب تنبض بالتفاؤل حقيقة وعيون تشع بالأمل، نترقب المشهد اللي راح نشوفه عندما تأسرنا أطلالة منتخبنا منتخب النشامة اللي راح يوقفوا أمام منتخب كبير هو منتخب الأوروغواي. نعم. حقيقة أنه إحنا جميعا ندرك صعوبة المهمة وإحنا منواجه منتخب كبير، ولكن نحن دوما نقول أن النشامة على قدر المسؤولية. حققوا إنجازات كبيرة هذه المسيرة الطويلة، هذه المسيرة اللي تكللت دوما بالنجاحات اللي دعمها ورعاها تحديدا سمو الأمير علي. يعني دكتور نصير أنا آسف أني أقاطعك، بس إذا بتسمح لي دكتور نصير عذر المقاطعة، لكن أنت من الأشخاص أيضا الموجودين في دولة قطر الشقيقة داعم ومؤازر دائما لمنتخب النشامة، وأنا شفته بعيني هذا الشيء. بس حقيقة أبو هيثم. نعم. إحنا كنا في بطولة كأس آسيا في. نعم. الدوحة عام 2011. نعم. حقيقة يعني الأمان يعني اشتغل من قلب رب شاهدنا. نعم. كيف كان. نعم. الأستاذ نصير داعم منتخبنا الوطني، كيف كانت المناسب شغالة يعني. صحيح. نعم. كان فاتح بيته لكل الأردنيين. نعم. حقيقة كان. نعم. داعم. نعم. حقيقة يعني يا أبو هيثم حتى كل الجالي الأردني في قطر إلى حالة خاصة. صحيح. صحيح. يعني حتى يمكن منتخبنا اليوم كما ذكرنا عائد من الدوحة. نعم. لعمان. نعم. وإحنا متابعين كيف تحركات كيف دعم الجالي الأردنية في قطر لمنتخب نشامة، كل ما يحط رحاله في قطر مشاهد التفاف الجالي. صحيح. الأردنية. صحيح. حول المنتخب الوطني بصورة غير مسبوقة. هاي الأمانة شهادة. نعم. يجب أن إلى كل المحبة والاحترام والله دكتور نصير ومشهود لك الحقيقة. نعم. يخليك. هذا أقل الواجب، أقل الواجب من أبناء أبو الحسين أينما حلوا وارتحلوا في مختلف دول العالم. أنا متشوق أعرف قديش تتبرع. أنا بعرف أنه ما شاء الله متشوق أعرف تبرعك قديش. متشوق يا نصير حقيقة. قبل الإعلان عن المكافأة المعدة للنشامة في حال الفوز والتأهل لكأس العالم، حقيقة ندعو أبناء جاليتنا وكل العرب في الأوروغواي كما. نعم. عودونا. نعم. دائما أن يكونوا جاهزين. النشامة. نعم. راح يكونوا في 20 الشهر في الأوروغواي. هذه دعوة عبر برنامجكم الكريم. وأخي أبو هيثم احنا بنعرف دوما أبناء الجاليات الأوروغواية بتواصلوا معك باستمرار. نعم. فمن فزاتك بالأوروغواي يا أبو هيثم احنا جاهزين يعني. برضه متشوق أعرف قديش تبرعك. ما بتقصر حقيقة. ما رصدناه في حال التأهل هو مليون ريال قطري دعما للنشامة، وهذا ما أبلغناهم في يوم أمس. متوقع. الله يخليك وبارك فيك. أقل الواجب اتجاههم حقيقة. الله يبارك فيك. تسلم. شكرا أستاذ نصير. شكرا. كل الشكر لكم وكل الشكر على دعمكم والتواصل للنشامة. قديش بيطلع عن هذول بالأردن يا أخوي دكتور نصير؟ المليون ريال تقريبا 200 ألف دينار الحسبة تقريبا 200 ألف دينار إن شاء الله. إن شاء الله.